على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة هذا الشهر من برنامجكم القطوف الدانية. أيها الأحبة، نسمع هذه الأيام فداء المحبين ونرى ابتسامات عريضة على ثغور كثير من المسلمين، لأنهم يستقبلون ضيفا طالما انتظرته القلوب المؤمنة وتشوقت لبلوغه النفوس الزكية وتأهبت له الهمم العالية. لقد أقبل شهر الصيام بفضائله وفوائده وهباته ونفحاته، أقبل بأنفاسه العطرة وثغره الباسم ووجهه المشرق. أقبلت يا رمضان، يا شهر الصيام والقيام، يا شهر النور والبركات، يا شهر الخشوع والطاعات. فكم كنت ربيعا للطائعين وموسما للتائبين، قد تاقت إليك نفوس المؤمنين واشتاقت إلى لياليك دموع المتهجدين. فكم فيك من راكع وساجد، وكم فيك من تالي للقرآن وذاكر، وكم فيك من مخبت وباكي. شهر رمضان بين الفقه والإيمان هو موضوع حلقتنا في هذا الشهر من برنامجكم القطوف الدانية. أشرف بأن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، حياكم الله شيخ. حياكم الله سلمان، ورحب الله بإخوة المشاهدين والمشاهدات. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب تواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. سعدنا كثيرا كفريق عمل بمقترحاتكم وبمشاركاتكم الفاعلة. لا أنسى أيضا أن أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون على بعض مواقع الإنترنت، وأخص موقع البث الإسلامي وموقع المسك. أشكر أيضا موقع صيد الفوائد على أن أعلنوا عن هذه الحلقة قبل بثها بأيام معدودة. أكرر ترحيبي للجميع وأسعد بتواصلكم كثيرا معنا عبر هذه الحلقة والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من خلال أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. أرحب بكم جميعا وأكرر ترحيبي بضيفي الكريم، وأسوق تهنئة خالصة من القلب لكم ولضيفنا الكريم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. الله يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم أمين. شيخ صالح، إذا أذنتم لي قبل أن نقف مع هذا الموضوع الذي يعني أتوقع أنه لا تكفي حلقة، لكن أسأل الله عز وجل أن يسددكم لأن نبرز أهم معالمه، ولا سيما أن هذه الحلقة هي الأخيرة قبل شهر رمضان إلى أن يتجدد اللقاء بعد انقضاء شهر رمضان. إذا أذنتم لي فضيلة الشيخ أن نقف وقفة مع رمضان كشهر دون أن ندخل إلى خصائصه في ما يتعلق بالفقهيات، ما يتعلق بالإيمانيات، أيضا ما يتعلق بالصوم. لا شك أن هذا الشهر له ميزة من بقية الشهور، قد اختص الله عز وجل بالعديد من الفضائل، لعل الانطلاقة تكون ببيان هذه الفضائل المختصة به كشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وأفطر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما من قلب المؤمن الموحد يعرف فضل الله جل وعلا ورحمته إلا وهو يتعرض لنفحات الله ورحماته ويسأل ربه التوفيق فيها. وإن من خصائص الصالحين أنهم إذا أصبحوا سألوا الله جل وعلا التوفيق، وإذا أمسوا استغفروا ربهم خوفا وفزعا من التقصير، وعرفانا بأنهم عاجزون عن عبادة ربهم جل وعلا عبادة كاملة. شرع الله جل وعلا رمضان، قد قلتم إن المطلوب بيان فضله، وهذا يعود إلى تأصيل علمي. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله جل وعلا وحده مدبر الأكوان ومصرف الشهور والأيام والأعوام، وقد جعل الله جل وعلا لرمضان مزية ليست لغيره، ففيه أنزل الله جل وعلا خير كتبه على خير خلقه صلى الله عليه وسلم. والصيام هذه العبادة التي جعلها الله جل وعلا رابع أركان الدين، اختص رمضان من بين الشهور بأن تصام وتؤدى هذه العبادة فيها، وهذا من خصائص الشهر. تفتح فيه أبواب الجنة، تصفد فيه الشياطين، يغفر لهذه الأمة فيه في آخر ليلة. ورد قال: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: لا، إنما يوفى الأجير أجره إذا أنهى عمله. اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيره. فهذه كلها تبين فضائل هذه الشهر مع اتفاق المسلمين على أن شهر رمضان ليس من الأشهر الحرم، لكنهم قالوا إنه خير منها. ومع ذلك نجد أن الفقهاء رحمهم الله ترد في عباراتهم عبارة
انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الشهر، وهذا له علاقة بقضية فضيلة الشهر. مثلا هذا سيأتي ربما تفصيله، لو أن إنسانا أفطر في رمضان بفطر الجماع أي جامع في رمضان، فإن عليه وفق الحديث الصحيح عليه القضاء مع الكفارة، هو آثم لا محالة إذا تعمد ذلك، فهو عليه القضاء وعليه الكفارة. لكن لو أن إنسانا أفطر بنفس الطريقة أي جامع في صيام نذر أو جامع في صيام قضاء، بالطبع أن النذر والقضاء لا يقع في رمضان، فلو صام يوما عليه نذر، عليه نذره من قبل، أو صام يوما عليه قضاء ثم أفطر بطريقة الجماع، فيقال له عليك القضاء فقط وليس عليك الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة مرتبطة بانتهاك حرمة الشهر، فليست أيام العام كشهر رمضان المبارك. من هذا يفهم عظيم فضل هذا الشهر المبارك، بلغنا الله وإياك والمسلمين إياه على عفو وعافية منه جل وعلا. اللهم أمين. الشيخ صالح أشرت خلال هذا الحديث إلى أن من أهم الفضائل أن الله عز وجل اختص شهر رمضان بعبادة الصيام. يعني كثرة التعريفات لهذا المصطلح، لكن نريد أن نحرره تحريرا ليس علميا أكاديميا، بحيث يبين الأبعاد الموسعة لهذا المصطلح. نعم. الله جل وعلا تعبد المسلمين بصيام رمضان وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. عند أهل اللغة الصيام هو الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فقد صام عنه، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع، هذا في اللغة. وفي قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، لكنه في الشرع أن يمسك الإنسان على المفطرات متعلقة برغبتي وشهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال ربنا أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتبين لكم نور النهار من ظلمة الليل، هذا معنى الحرف للآية. هذا الصيام نلاحظ الآن طلبتم غير التعريف الأكاديمي، نأتي لتحرير المعنى. الصيام جزء من أربعة فرائض عبادات أركان، وهن الصلاة والزكاة والحج، ورابعها الصيام. فنبدأ بهذه الثلاث لتحرر المعنى. الأول ما الصلاة؟ الإنسان إذا كان أمامك جالس ابنك تقول له قم صلي، فهو يقوم يتوضأ يذهب إلى المسجد، صلاة الجماعة واجبة فيصلي، إذا قام بعملية فعل، واضح؟ واضح. ما الزكاة؟ إنسان عنده أموال تنصره تقول له زكي، ويذهب يأخذ هذه النقود يخرج منها 2.5% ثم يذهب وينفقها، إذا هو بنفسه أو بغيره، إذا فعل. ما الحج؟ يذهب الإنسان للميقات، إذا كان من دون الميقات يحرم من دونه، فيلبس إزارا ورداء يغتسل يذهب إلى مكة يطوف يسعى يقوم بأعمال فعل، مجموعة أفعال. طيب هذه الثلاث. جميل. لكن الصيام ليس فيه فعل، امتناع ترك. والترك عند الأصوليين جمهور الأصول يسمى فعل كما في الناظم، والترك فعل في صحيح المذهب، والترك فعل في صحيح المذهب. طيب. فالصيام عبادة قائمة على ترك ما ترغب النفس أصلا في فعله، أو ما تحتاج النفس أحيانا إلى فعله وما تعودت عليه، وما تعودت عليه نعم. أو ما أباحه الله جل وعلا لها. لكن في قضية ما أباحه الله جل وعلا يعني ليس القيد صحيحا. لماذا؟ لأن يأتي شخص ويقول أنا فعلت شيئا محرما، مثلا شرب دخان، الدخان محرم، فلا يقول له إنه لا يفطر لأن الله منعك من المباحات، لا، منعك كل ما ندخل إلى جوفك من نافع أو ضار. طيب. فالصيام بهذه الطريقة التحريرية هو الإمساك عن المفطرات، سيأتي تفصيل المفطرات، من طلوع الفجر تعبدنا الله إلى غروب الشمس، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا التحرير المعنى الذي همني من قضية أنه ترك وليس فعلا، كان يسمى الفعل الترك فعلا. الشيخ صالح يعني قبل أن نخوض في بقية المحاور، سبحان الله المتأمل للنصوص الواردة في الصيام يلاحظ أنها قوية جدا،
يجب على المسلم أن يتأملها، أن يعتبرها. من أمثال قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي، يعني عبارة قوية جدا. أيضا في الحديث الآخر الصوم جنة. لا شك شيخ أن مثل هذه النصوص التي اختص الله بها هذه العبادة الجليلة وهذا الشهر الفاضل، لا شك أنها مدلولات على آثار هذه العبادة سواء كانت حسية أو معنوية، تهذيبها للنفس البشرية، تقوية الإيمان. حبة الشيخ لو أشرنا إلى مثل هذه. كما ذكرتم الصوم هو العبادة الرئيسة في رمضان. وهذا الصوم ذكر الله جل وعلا فيه نصوصا في القرآن وفي السنة، قال أنها النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث قدسي. الصوم لي مبدئيا إضافة التشريف، لكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا في معناه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. فقالوا لأنه عبادة تقتمد على السر، وهذا حرمناه في دروس سلفته في لقاءات سبقت. فقالوا لأنه عبادة تعتمد على السر وهو أقرب إلى الإخلاص. وقلنا مما ذكرناه سالفا أن بعض العلماء يقول أن هذه العبادات الثلاث غير الصيام ممكن أن يؤديها غير المسلم لغير الله، فمثلا جباية الأموال والتقرب بها إلى الطواغيت وقع في التاريخ. صحيح. السجود والركوع تعظيم ذوات وقع في التاريخ. لا. الطواف حول قبور، حول أضرحة، حول مشاهد، حول أقوام على رؤوس وقع في التاريخ. لكن لم يقع في التاريخ أن أحدا صام من أجل أحد، صام لأحد. صحيح. لأنه هذا سيكلف من صيم لأجله، سيراقبوها أتل أو ما أتل، عبادة سرية. وعبادة سرية. فليجل هذا قال بعض من الصوم لي من هذا المعنى. لكن أيا كان، فما أعظم ما يعني همنا في قضية الصوم آثار المؤمن. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبودية تعني أن يسلم الإنسان قلبه لله. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيا كان جهلنا الحكم والعلل أو فقهناها، هذا لا يغير المسألة أننا عبيد للرب جل وعلا. الله يقول كل له قانتون، وقال وقوموا لله قانتين. فقانتون للأول خضوع قدري، وهذا يستقل في كل الخلائق مؤمن وكافر وبر وفاجر. وأما القنوت الثاني قول الطاعة، وقوموا لله قانتين طائعين، وهذا مخاطب به أو وصف لأهل الإيمان فقط. فالصيام المقصود منه ليس إجهاد البدن كما يقول بعض أهل الفضل في تحريرهم، وإنما المقصود به تهذيب النفس. ولهذا لو كان المقصود من الصيام إجهاد البدن لكان يجب على المسافر ويجب على المريض، لأن حتى يكون أقرب إلى إجهاد بدن يزيده الصيام هو على السفر أو هو على مريض. لكن المقصود السمو بالنفس والرقي بها إلى عالم الكمال. إذا كانت هناك حول كثير من المباحات تنظر إليها وتملك أمرها، وإن ثم ترقي إلا الجبار جل جلاله، ثم تعظمه بأن تستسلم لأمره، ثم تعظمه بأن تفزع إلى الإفطار حال الغروب تعظيما لأمره كما سيأتي. هذه هي العبادة التي أرادها الله جل وعلا من خلقه، هي مضغة، هو قلب إذا أصلحها الإنسان وجعلها رهنا لأمر الله وإشارته إلى أمر الله جل وعلا وامتثل بها فاز بسعادة الدارين. من يخاطب بها هذا العبادة؟ يخاطب بها المسلم، لأن الصيام عبادة إسلامية لا تراد من الكفار ولا تقبل منهم ولا تصح منهم. ويخاطب بها العاقل، لأن المجنون اختل فيه مناط التكليف. أما الصغار فيربون عليه كأهل السلف وأبناء الصحابة. ويخاطب بها المقيم، لأن المسافر عذره الله وإن صام صح صيامه. ويخاطب بها الصحيح، لأن المريض عذره الله فإن صام صح صيامه. لكن ثم نأتي لعالم النساء، فالحائض والنفساء لا يقبل منهما ولا يعني ليس مخاطبين به ولا يقع منهما، ولو صامتا لم يصح صيامهما ويلزمهما القضاء. هذا الصيام من حيث الجنة. قول عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، حديث الذي ذكرتموه، أي وقاية. والله يقول لعلكم تتقون. فمن أعظم ما يجلب التقوى ويسمو بالنفس في عالم الكمال وكمال النفس في قربها من ربها وتقواها لخالقها وبارئها هو الصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم تطوع. أما في صيام الفريضة فلا خيار إلا بعذر، وإنما أمر مقرر. قال الذهبي رحمه الله كلمة تكتب بماء العينين لا بماء النقلين. قال رحمه الله تعالى وعند المسلمين مقرر،
أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومدمن الخمر ويظنون به الزندقة والانحلال فهذه العبارة من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه تبين ما استقر في أنفس المسلمين من أن الصوم عبادة عظيمة لديهم موعيدها من أراد تحريرها قال رحمه الله وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومدمن الخمر ويظنون به الزندقة والانحلال. نسأل الله العافية حتى يعرف المرء المؤمن أي خطاب عظيم خاطب الله به لما نادى عباده نداء كرامة لا نداء علامة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسن الله إليكم شيخ صالح، خلال حديثكم أشرتم إلى من يجب عليه الصوم، أستأذنكم أن ندخل من هذه العبارة إلى يعني طرح الموضوع فقهيا لكن سيكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، هذا التقرير أعده فريق عمل البرنامج، نطالعه سويا ثم نعود لضيفنا، تابعونا بعد هذا الفاصل. كيف هي استعداداتك لشهر رمضان المبارك؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان المبارك شهر كريم، نسأل الله العظيم أن يبلغنا إياه، ونسأل الله العظيم أن لا يحرمنا أجر شهر كريم. واستعدادي كاستعداد أي مسلم متلهف للشهر الكريم ومتطمح للأجر والثواب العظيم الذي يحصل يحب أن يحصل عليه كل مسلم بإذن الله. طبعا لازم الواحد يكون فيه طبعا الصيام والتزام، وفيه جنوب طبعا الواحد يعملها، لازم طبعا في شهر رمضان طبعا شهر مغفرة، طبعا لازم الواحد ايه انه يكفر عنها ده اولا، ثانيا طبعا ده شهر بركة لازم يكون فيه طبعا قراءة قرآن كتير، في حاجات كتير الواحد لازم طبعا بيسأل فيها. والله تجهيز الأغراض اللازمة لشهر رمضان وعمل برنامج العبادات والعمرة. رمضان يعني استعداد كل مسلم، يعني كل مسلم والإنسان يكون يعني شهر طويل وشهر خير على المسلمين إن شاء الله. ما هي مخططاتك أو ماذا تريد أن تفعل في شهر رمضان المبارك؟ وإحنا الواحد ربنا يكرمه إن شاء الله بإذن الله إنه يكون يعني يعمل خير وما يقولش عليه لأي حد، يعني عامة في الشهر الكريم يعني، وإنه يقدر على قد ما يقدر إنه يحفظ أجزاء من القرآن ومن السنة. والله إن شاء الله الذهاب إلى مكة لأداء العمرة والإقامة في مكة والصلاة في المسجد النبوي في المدينة والعمل كثير من الخير اللازم لهذا رمضان. إن شاء الله ربنا يعيننا على أداء العمل الموكل إلينا بإخلاص، ثم العبادة والمثابرة في العبادة قدر الاستطاعة من قراءة القرآن ومن سنن التراويح ومن أعمال الخير المفضلة في الشركة. ماذا تفعل عندما تريد معرفة حكم شرعي يتعلق بالصيام؟ أي سائر هو اللي أعرف منه في الحكم هذا، اتصل أي شيخ يعني في الموضوع هذا، بالصيام يتعلق بالصيام، مفترات الصيام، وقت الصيام، أي عادات أي حاجة أعود عليها. هذا سؤال المشايخ والعلماء، العلماء الفضلاء، سواء بالتليفون أو بالفاكس أو بطريقة أخرى. أنا سأل أحد المشايخ بس إذا كان هناك سؤال صعب علينا نسأل لكي نجد الإجابة الصحيحة. بعد عبد الله الشيطان الرجيم، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الإنسان ارتبط عليه أمر أو يسأل أهل العلم. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولا طبعا لازم أسأل أهل الدين بأول شيء، واسأل واحد واثنين، وطبعا لازم يكون فقيه في الدين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا سويا هذا التقرير، الشكر للزملاء على إعداده جزاهم الله خيرا، أكرر ترحيبي بشيخنا حياكم الله شيخ صالح. شيخ صالح، لعل يعني شاهدتم التقرير، كان السؤال يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان، أنقل السؤال من التقرير إلى طاولة حوارنا، كيف يمكن للمسلم أن يستعد لهذا الشهر الفاضل؟ أولا لابد أن تكون هناك رغبة ملحة
في القدوم على الله جل وعلا بعمل صالح. إن انطلق الإنسان من هذا المنطلق وجعل ذلك نصب عينيه قد وفق بإذن الله تعالى لأن وفق للعمل الصالح في رمضان. لا يحمل الإنسان فوق كاهله أعظم من ذنوبه، نسأل الله لنا ولكم العافية. فجعل الله جل وعلا رمضان فرصة للتكفير، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا عمل رمضان بالطاعات وذكر الله جل وعلا ودراسة القرآن وما فيه من سنة سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كثرة الاستغفار والصوم نفسه من أعظم المكفرات ومن أعظم الشفعاء يوم القيامة. فإذا تم هذا الفضل للإنسان وفق في الدارين. فأعظم استعداد أن يسأل العبد التوفيق من الله جل وعلا في أن يوفقه الله جل وعلا لصيام رمضان وقيامه على وجه الأمثل والطريقة الأكمل. أما بعض الأمور التي تساعد على الصيام فالأخذ بها أخذ بالأسباب المحمودة شرعا، نسأل الله التوفيق. جزاك الله خير. أحد الأخوة الشيخ أشار إلى الآية الكريمة فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن علماءنا هم مصابيح في هذه الحياة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي علمهم. ولا شك أن الخير كله في الالتفاف حولهم وطلب العلم منهم وإن كثرت الأصوات وإن كثر الناعقون. من هذه الآية الشيخ أعود إلى محوري وهو ما يتعلق الشيخ بالفقيات في شهر الصيام. هذه العبادة شأن سائر العبادات، لها واجباتها لها سننها ومستحباتها، نشير إشارات يثيرة ونسأل عالمنا في هذه الحلقة بداية الشيخ عن أهم المفطرات في رمضان والإمساك عنها سواء كانت حسية أو معنوية. نعم، ثمة أشياء يعني تأصيل علمي عام تنقل الصيام بالكلية، بمعنى أن من صنعها يعتبر مفطر فاطر في رمضان. طيب. وأخرى وهذا يترتب عليه أمور وأخرى منقصة فلا نلزمه بالقضاء، إنما تقبح في صومه تقلل من أجله. لكن من ناحية الصناعة الفقهية لا نقول له اقضي ذلك اليوم، هذا أمر يجب استيعابه في التحليل وإن ترتب عليه إثم. أما الأول فالمفطرات إما أن تكون على النحو التالي، إما أن تكون جماعا، فإذا كان جماعا فهذا الذي فيه القضاء بالإضافة إلى الكفارة، والكفارة حتق رقبة ثم ينتقل إن حدث إلى صيام شهرين متتابعين ثم ينتقل إن حدث إلى إطعام 60 مسكينا. وهذا الترتيب عند أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء بعدم الترتيب. جل. هذا الناحية في قضية الجماع، ونعني بالجماع الجماع المعروف الكامل وهو غير حشفتي الحشفة المعروفة في مكانها المعروف. أما إذا أنزل الرجل من مداعبة لزوجته دون أن يكون هناك علاج فهذا فيه الإثم مثل الأول، وفيه القضاء وليس فيه الكفارة. هذا ما يتعلق بالعلاقة الرجل مع زوجته. أما غيرهما ويندرجهما فيه الأكل والشرب، ونقول من حيث الجملة وصول شيء إلى الجوف. فإذا وصل شيء إلى الجوف نافعا أو ضارا غذاء أو دواء أو غير ذلك فهذا مفطر إذا كان فعل ذلك عمدا. أما ما فعل ما يفعله الإنسان نسيانا فهذا رفعه الله جل وعلا عن الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أطعمك الله وسقاك. كذلك ما يعالج بغير اختيار كالغبار عندما يمر الإنسان في الشارع وأشبه ذلك فهذا لا يعتبر مفطرا. يأتي عند الناس، أنا أحاول قدر الإمكان أن أمشي الموضوع، يأتي عند الناس قضية بلع الريق، الأفضل لا يفعله لكنه فعله ليس مفطرا. النخامة أكرمنا الله وإياكم مشاهدين ومشاهدات اختلف العلماء فيها، والأرجح فيما نعلم والعلم عند الله أنها غير مفطرة، إذا كان الإنسان يفكر تفكيرا غلبت عليه شهوته فأنزل فلا يخلو إنزاله من أحد حالين، إما أن ينزل منيا أو ينزل مذيا. فإن أنزل منيا أفطر، وإن أنزل مذيا فاختلف العلماء فيه هل يلحق بالمني أو يلحق بالبول. والذي يترجح عندنا والعلم عند الله أنه لا يفطر. هذا لا يجب الغسل، لا قضية لا يجب الغسل هذا متفقين عليها أنه لا يجب الغسل، إنهم يغسل الرجل فرجه وما حوله، لكن هل يفطر أو لا يفطر هذا هو منزع الخلاف. فالذي يترجح العلم عند الله أنه لا يفطر. هذه قضايا تدور حول قضية الفطرات. نأتي للحائض والنفساء، لا يقع منهما الصوم، يقابلهما الحامل والمرضع، يعني الحديث عنهما عن الحائض والنفساء يسوق إلى الحديث عن الحامل والمرضع. الحامل والمرضع الفقهاء يقولون ينظر، بعض الفقهاء يقول ينظر ما السبب في خوفهما، هل خوف على نفسهما
أو خوف على ولد إهماء. فقالوا إن خافت على نفس إهماء يلزمها القضاء دون الكفارة. الكفارة هنا ليست كفارة الجماع، وإنما إطعام مسكين نصف صاع أو مدا. وإن كانت خافت على نفسيهما على ولديهما يلزمها الكفارة، إن خافت على الولد لا على نفسها، فيلزمها الكفارة لأن اعتبروها أنها صحيحة. وبعض الفقهاء كإبراهيم النخعي ويليهما البخاري في ترجمته للباب إلى أنه لا كفارة عليها، لا كفارة عليهما ولو خافت على الولد، لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يشترط الله جل وعلا الكفارة، وإنما اشترط الرب تبارك وتعالى القضاء وحده. هذا ما يتعلق بجملة المفطرات التي تحول بين المرء ما بين أداء رمضان صياما على الوجه الأكمل. بقيت ما ينقص الصوم، ما ينقص الصوم أي ما يقلل من أجله، لكن لا نقول على صاحبه لمن فعله يلزمك القضاء. نحن نتكلم عن الصناعه الفقهيه، انا نتكلم عن القبول عند الرب تبارك وتعالى، هذا امر اخفاه الله جل وعلا على عباده يوم تبلى السرائر. هذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. النظر الى المحرمات، الغيبه، النميمه، كل معصيه تخدش في الصيام، تخدش في الصيام وتنقص من اجله. لذلك الصيام عباده تقوم على الحبس. والإنسان إذا قدر على حبس نفسه عما حرم الله تحريما مؤبدا كالمحرمات أو تحريما مؤقتا كالصيام عن الطعام والشراب، فهذا الإنسان إذا قدر حبس نفسه فهو تعظيم في ذلك التحبس لربه. والصبر كاسمه مر مذاقته، مر مذاق يعني، لكنه في عاقبته كما قيل أحلى من الأسد. هذا الذي ينجم عنه العاقبة والأمر الحسن يوم القيامة. جميل جدا. الشيخ صالح السابق في بعض الاتصالات. نعم. معنا الاتصال الأول من الأخ أبي سعود. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الحسن أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي الكريم. الله يرضى عليك يا شيخ. عندنا سؤال يا شيخ، هل قول الزور يبطل الصيام؟ أبشر إن شاء الله. طيب سؤال آخر. السؤال الآخر يا شيخ، بعض الناس يا شيخ لا يصلي إلا في رمضان، فما نصيحتكم لهذا يا شيخ؟ وهل ترك الصيام كفر كما قال بعض أهل العلم يا شيخ؟ طيب سؤال آخر. طيب أحسن الله إليك يا شيخ، نبغى رجل الشيخ يا شيخ. طيب تكلم الأخوة في الكنترول. شكرا لك أبو سعود. معنا أيضا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم. شيخ عندي سؤال بس، هل من احتلم نائما هذا يفطر؟ من احتلم نائما يفطر؟ أبشر. طيب والسؤال الثاني، كيف هل الإيمان يزيد وينقص؟ وإذا كان جواب نعم، كيف في أسباب تخلي الإيمان يزيد وأسباب تخليه ينقص؟ طيب جزاك الله خير. شكرا عبد الرحمن، جزاك الله خير. معنا أيضا الأخ أحمد الحربي، تفضل. أخي أحمد تفضل. أخي الكريم سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا. عندي سؤال وعندي مشاركة لو سمحت. تفضل. السؤال، هل قطر السلام والبخاخ الربو هل يفطر؟ طيب والمشاركة بس تكون قصيرة شيخ. لا محسن. المشاركة تكون بإذن الله تعالى عن قنوات الفضائية. جميل. لها برامج التي تستهزئ بالدين. يقول دون تحديد مسميات يا شيخ. أنا؟ دون تحديد مسميات أي مسلسل. ممتاز. الإحصائيات تقول أكثر من 25 مسلسل يبث في قناة واحدة في هذا الشهر. والله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 12 ممثل وممثلة ومغني ومغنية وجورهم 39 مليون 655 ألف ريال. نعم يا حبيبي. وإحدى الممثلات اللي سابت إلى الله جل وعلا عادت إلى الغناء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من النقاط ان المرأة ان احنا ممثلات رجعت الى التصوير بعد اعتزالها 25 سنة بعدما طالبت بسبعة ملايين وسبعمائة الف ريال. طيب. طبعا هذه الاحصائيات في جريدة اليوم 30 رجل. شكرا الله لك احمد. انطلاقا من هذه الاحصائيات ومشاركتك الفعل، اعدك بان نخصص للاعلام ودوري في رمضان وقت كافي من الحلقة. اشكرك اخي الكريم. معنا ايضا الاخت هبة. السلام عليكم ورحمة الله. يسيرة.
أبو سعود كان أشار إلى قول الزور أنتم أشرتم له، والسؤال الثاني يقول هل ترك الصيام كفر؟ نعم، بالنسبة لقول الزور هذا أشرنا له، ربما هو يكون قد كان مشغولا بالاتصال فلم يسمعه، هذا من مما ينقص الأجر، لكن لا يقال أن صيامه باطل، لا يقال أن صيامه باطل بمعنى أنه يلزمه القضاء، وهذا بالنسبة لقول الزور، ويقاس عليه غيره من المعاصي الذي لا يتعلق بشهوتي الفرج والبطن. لا يصلي إلا في رمضان. ترك الصلاة عند بعض العلماء كفر، وإذا صلى في رمضان ننتهز هذه الحالة فيه، فنكثر من نصحه وإرشاده وبيان فضل الله جل وعلا عليه، ونسأل الله أن يمتار هؤلاء الثبات على دينه. نعم، يسأل عن الإمام يقول يزيد وينقص، كيف ذلك؟ هذا قبل الأخ عبد الرحمن من أشقى من احتلم نائما، من احتلم نائما صيامه صحيح، لأن الإنسان ليس له سيطرة على نفسه في النوم، والله جل وعلا رفع قلم التكليف عنه، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فمن احتلم نائما فصيامه صحيح ولا يبطل ذلك صومه. زيادة الإمام ينقص، نعم، أهل السنة سلك الله بينا بكم سبيلهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الحق، وقد دل عليه نصوص القرآن ونصوص السنة، يزيد بالإيمان والعمل الصالح، ويزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي، والله قال الذين آمنوا زادهم هدى، وقال جل وعلا أيكم زادت هذه إيمانا، إلى غيرها من النصوص، فالإيمان يزيد وينقص، والإنسان إذا عظم الله في قلبه ونشأ عن ذلك ذكر الله، فذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر، وبها وبها من أعظم ما يزيد إيمان العبد. جميل. الأخ أحمد الحربي الشيخي سلام، فترة الأمس اختلف الناس المعاصرون فيها لم تكن سابقة وتركها أولى، أما البخاخ فإن شاء الله أنه أقرب إلى عدم التفطيق. يعني أشار الشيخ والأخت هبة إلى وسائل الإعلام دورة رمضان، أستاذنك أن نخرى قليلا إلى أن نصل إليها. أم محمد تسأل الشيخ عن التحليل. يعني التحليل في الدم، التحليل المعروف هذا الذي يقع في المختبرات، وكمية الدم التي تؤخذ لا تصل إلى حد أنها تبطل الصيام، فالصيام صحيح، الصيام مع التحليل صيام صحيح ولا يفطر أمثال هذا التحليل، إنما العلماء اختلفوا بالحجامة، هي كمية دم كثيرة تخرج، فالجمهور على أنها لا تفطر، ونذهب أنها من المفطرات. أحسن الله إليكم شيخ صالح، أستاذنكم في هذا الفاصل، مشاهدي الكرام فاصل قصير يتابع سويا ثم عودة إلينا، ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مره اخرى، لازال حديثنا مستمرا عن رمضان بين الفقه والايمان، حياكم الله شيخ صالح. شيخ صالح، انطلقا من قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران، لا شك ان هذا الشهر له ميزه كبيره فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، حبيت الشيخ وتحدثنا عنها بيانا يا شيخ بالحاله التي يجب عليها ان يكون المسلم، ايضا يا شيخ الحاله التي قد تحصل للمسلمين او المسلمات قبل او بعد رمضان. نعم، تدارس القران في رمضان من اعظم سننه، نعم، ودل عليه حديث جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، حتى كان العام الذي مات فيه فدارسه القرآن مرتين صلوات الله وسلامه عليه، ويؤيده أو قبل ذلك قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال جل ذكره فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء لما أراد الله أن يمهد لفضل رمضان ويبين سببا من أسباب شرع شروع شرع من أسباب شرع الصيام فيه، جعله أنه ينزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزول القرآن في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ويجد هذا كذلك أن في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للمؤمن يوم القيامة، هناك تلازم شرعي ما بين الصيام وما بين القرآن، ولهذا كان جبريل يتوخى رمضان فيزيد دراسة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا جبريل رواح غداد الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى تدارس القرآن؟ يجب أن يستقر في الأذهان والأفهام والقلوب من قبل ومن بعد أن القرآن أعظم كلام، لأنه كلام رب العزة، وأن السبيل إلى رحمة رب العزة تدبر كلامه ودراسة تلك الآيات الجليلات التي أنزلها الله على خير خلقه. تدارس القرآن تلاوته، تدبره، محاولة حفظه، فقه الآيات التي فيه، خاصة تلك الآيات التي تعنى بشؤون العقيدة
وتبين أن الرب لا رب غيره وأن الله لا رب غيره ولا إله سواه وأن ما يدعى من دونه باطل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إلى غير ذلك من الآيات التي ترسخ مفهوم العقيدة الصحيحة في النفس ثم تلك الآيات التي تبين العبادات وتلك الآيات التي تبين ما يسمو بالأخلاق في النفس. والمقصود ورد عن مالك رحمه الله أنه كان إذا جاء شهر رمضان حكف على القرآن يتلوه، لكن ينبغي أن تكون قراءة القرآن قراءة تدبر لا قراءة هز ليقول الأخ لأخيه أو القرين لقرينه أو للصديق لصديقه ختمت وأنت لما بعد، هذا ليس مقصودا شرعيا. بعض مثل مرتين نعم ثلاث، هذا محمود إذا كان مرتبطا بالتدبر والفهم في القرآن، فيخصص الإنسان إذا أذنت شيئا وقتا للتلاوة وقتا لفهم تلك الآيات، يقرأ في كتب التفسير يتدارس القرآن حتى يعمل بتلك الآيات، يحسن بالأئمة في دروسهم العكوف على بعض الآيات وتدارسها وذكرها وتوضيحها للناس، لا يكون الخطاب الدعوي أو الخطاب العلمي تركا ونهيا، كيف يترك كيف يأتي كيف ينهى وهو أصلا لم يستقر يعني لم تعلو جدوة الإيمان في قلبه ولم تعلو جدوة الإيمان في قلب أحد حتى يكون متدبرا في القرآن. الله يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ومن الليل فتهجد به نافلة لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فالقرآن أعظم كتاب أنزله الله على أعظم نبي وتدارسه من أعظم ما يقرب من الرب تبارك وتعالى في رمضان وفي غيره، لكن يتأكد تدارسه في القرآن. هذا التدارس الشيخ قد يستلزم من طالب العلم غير المتمكن أن يطالع كتب العلم أن يطلب العلم، فقد يشكل على البعض الشيخ يقول كيف أفعل هذا مع العلم رمضان من مفهومه التوسعي العام، وإنما يبقى على القرآن لأن ثبت عن العلماء الشيخ أنهم كانوا يقتصرون على القرآن. نعم يقتصرون على القرآن، فمثلا قضية التلاوة هذا أمر مهم، قلنا القراءة في كتب التفسير الموثوقة فيقرأ فيها حتى يتدبر كلام ربي جل وعلا، هذا نوع من تدارس القرآن. نعم شيخ في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولم يفهم منها أن شهر رمضان هو للقرآن، بمعنى شيخ أن البعض قد يقرأ القرآن إلا في رمضان في مجرد مفهوم الخطأ، لكنه إن تعذر عليه إلا في رمضان فيقرأه في رمضان وإلا القرآن يدرس درس في جميع السنة. جميل. أقف وقفات الشيخ مع بعض السنن كتعجيل الفطور وأيضا تأخير السحور رمضان والعمرة، بعض قد يحرص على العمرة في رمضان. نبدأ بعد القرآن دائما تساق الصدقة، لأن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. جميل. الصدقة الإنسان عندما يعطي إنما يقول لنفسه أنا واثق من عطاء الله، فأكثر العباد حسن ظن بربهم هم أكثر العباد إنفاقا، لأنهم يعلمون أن ما ينفقونه سيخلفه الله جل وعلا لهم في الدنيا والآخرة وقد يكون في الآخرة، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. فظن الإنسان بربه أن الرب قادر على العطاء جواد كريم هو الذي يجعله ينفق. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول وكان النبي أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، لأن جبريل يبعث فيه الخير ويزيد فيه بعث الخير. فالصدقة في غير رمضان محمودة وفي رمضان أوكد لورود الأثر بها، فقد جاء رجل إلى عمر فقال يا أمر الخير جزيت الجنة أكسب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لا تفعلنه، قال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا، قال إذا أبا حفص لأمضينه، قال إذا مضيت يكون ماذا، قال إذا أبا حفص لتسألنه، يوم تكون العطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فأعطاه عمر قميصا وقال خذه والله الذي لا إله غيره لا أملك غيره. مقصودنا من هذا كله أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما جاء في الأثر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها معاذا في الحديث المشهور لما ذكر له طرائق الخير وبيان أفعال المعروف. فالصدقة في رمضان محمودة، لكن الناس يقتصرونها في زماننا على أمور معينة، طالب الدفع المالي، الدفع المالي أو قضية الدفع المالي، يعني لا يعني أنا لا أحجر واسعا ولا أحرم خيرا، لكن أقول ينبغي للإنسان أن يتوخى الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، المحرزين من قراباتك خالاتك عماتك جيرانك أضرابهم أمثالهم من الضعفاء المساكين، هؤلاء أولى وأحرى بأن يعطى إليهم وينفق لديهم حتى يضاعف الله جل وعلا الأجر والمثل. هذا ما يتعلق
أيها الأخوة المبارك بقضية الصدقة. الصدقة شيخ يعني تجعلنا نتحدث شيخ عن انتشار ظاهرة التسول، هل يبني الإنسان على فضل الله عز وجل أن يتصدق ولا يتحرى حال السائل؟ لأنه لابد هو ليس ملزما. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إنها لا تكون إلا يعني يبين لهم أوصاف الصدقة، ثم قال إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما منعتكما. لكن قال بعض العلماء إنه لا يلزمه التحري، وقد سمعت هذا من الشيخ العلامة بن باز أثر الله له ورحمه إنه لا يلزم أن يسأل، لكن لا يلزم شيء والأفضل شيء آخر. جميل. أعود شيخ إلى سنة تعجيل الإفطار تأخير السحور. نعم. تعجيل الإفطار سنة ورد فيها الأثر، حب عبادي إلي أعجلهم فطرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر فيفطر قبل أن يصلي، أي قبل أن يصلي المغرب. وقد جاء في السنة في طريقة الفطر أنه يبدأ بالرطب، فإن لم يتيسر فبالتمر، فإن لم يتيسر فبالماء. وقد ذكر الترمذي رحمه الله قال ويروى أي صيغة التمييز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على الرطب والتمر، يعني يبدأ بهم، وفي الصيف يبدأ بالماء، لكن كما قلت يعني ليس هناك نص ثابت. المقصود تعجيل الفطر ما الذي فيه؟ الذي فيه إشعار عظيم للنفس أنني عندما أمتنع عن الصيام عن الأكل والشرب فأنا لا أمتنع لقوة بدنية أو لأن الطبيب أمرني أنني أريد أن أفعل وأصنع رجيما كما يقول الناس اليوم، إنما امتنعت عن الأكل والشرب مع حاجة إليهما تلبية لأمر ربي. فلما جاء الإذن الإلهي الرباني أن أذهب وأفطر وانتهى المنع أبادر حتى أشعر نفسي أنني عبد لله يأتمر بأمره وينتهي عند نهي. لهذا ورد الأثر حب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ما الفطر؟ نحن الطعام والشراب الذي نأكله، الطعام الذي نأكله والشراب الذي نشربه هو رحمة فضل من الرب تبارك وتعالى. فأنا عندما أسارع إلى الشراب والطعام أسارع إلى رحمة الله، إلى فضله، إلى ما أباحه الله جل وعلا لي. فأنا في حال الصيام عبد وفي حال الإفطار عبد، في كلا الحالتين أمتثل للرب جل جلاله. نعم. في متعلق بالسحور شيخ، متعلق بالسحور قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن السحور بركة. قول عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا نجد، ولما تسحر صح صيامه، لكن كفى بالمرء شرفا وفخرا أن يتمثل سنة أحمد صلوات الله وسلامه عليه. طعام يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بركة، كيف لا يفزع المرء إليه؟ ومخالفة أصحاب الجحيم أمر رباني وهدي نبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فالإنسان يتمثل بذلك السنة، يرجو بذلك البركة، يخالف بذلك أهل الكتاب، ثمة مصالح شرعية عظيمة تتحقق من أكلة السحور، وإن كان السحر يطلق على الوقت والسحور يطلق على الأكلة التي يريد بها الإنسان الصيام ذلك الليل. جميل. ذلك اليوم. يعني نتكلم سريعا فأنا حتى ندرك أكثر. أحسن الله إليكم. أستاذكم في هذه الصلاة معنا الأخ يزيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضل أخي الكريم، أنا طالب منكم من جميع الأخوة الذين سيداخلون معنا الاختصار نظرا لكثرة الإنسان. نسلم على شيخنا حبيب الشيخ فاطمة. حياك الله. نقول بلا توفيق، تمر على الإنسان المسلم لسيره إلى ربي جل وعلا أوقات فاضلة ومواضع فاضلة، فالأوقات الفاضلة مثل رمضان وعرفة وعاشوراء وغيرها، ولو الساعات الفاضلة والمواضع الفاضلة والنفحات الربانية والمواسم الإيمانية، فمن لم يستغل من هذا فقد خسر خسرانا مبينا. لكن السؤال، إذا أتى رمضان سكنت النفوس واطمأنت القلوب وأقبلت على ربها، يعترض هذه السكينة والسباق في العبادة فئام من الناس يلتقيهم الإنسان في حياته اليومية، تسمع منهم أو يرى منهم يعني ما يقشعر منه بدنه، أين قلوب أولئك؟ حقيقة واقع مدارسنا وجامعاتنا اليوم مؤذي بشكل عجيب، بل في أماكن الانتظار في نهار رمضان يسمع الإنسان السباب والشتام واللعان. جميل جدا. لماذا يترك هذا الطعام والشراب؟ نعم. نقطة بسيطة تسمح لي فيها باختصار أخي الكريم، باختصار النقطة دائما. هل يعتزل المجتمعات مثل أولئك ليخلوا بعبادته و... نعم. أحسن الله عليك، جزاك الله خير. الشيخ يزيد أعتبر أحاول أن نخصص الاتصالات بالأسئلة المباشرة لكثرة المحاور ولقلة وقت الحلقة، جزاك الله خير. معنا أيضا الأخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله. سعد؟ إيه تفضل. سعد أنت على الهواء، تفضل. إيه سعد سعود الله يحييك. سعد سعود، طيب تفضل. سام. حياك الله والنعم فيك.
آمين الله يطول عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. ما نسيك بالنور. يشهد الله أني أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله أحبك الله. الله يطول عمرك ويحفظك. آمين. 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 أنا الحمد لله ما يجي الإنسان إلا تخفيف ذنوب ورحمة من الله. عديت عينك ما يمرض ولا يجيه مرض في الدنيا. الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه. طيب. معي سكري كل يوم أضرب 3 إبر. الله يشفيك. طيب. ومعي ضغط كل يوم أكل 3 حبوب مرتين حبة مرة حبتين ومرة حب. ومعي طال عمرك وش اسمه؟ ومعي طال عمرك المعدة. معدة هي بشروات. يا سعد. معي تسترول. نعم. معي. شيخ سعد أسأل الله لك الشفاء. سؤالك للشيخ مباشرة. سم السؤال الله يحفظك. هل هو هذا نفس السؤال بس انا عن رمضان انا بدي اسوي في رمضان وهذا امراضي. نعم حكم الصيام تصوم او لا؟ اي بشوف اصوم ولا لا. لا في امراض واجب كوليسترول. طيب طيب العافيه باذن الله. الله يعافيك طهور باذن الله. الله يديمك ان شاء الله يديم اللي مثلك ويعزكم على طاعته ورضاه. شكر الله لكم شكر الله لكم وجزاك الله خير على هذه المداخله الطيبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله مساكم بكل خير. تفضل بالنور. في حقيقة الأمر يا شيخنا الكريم يعني أود في حديثكم ألا تغفل عن الطلبة والطالبات لا يخفى عليك. أي نعم. دراسة تمتد إلى 24 بإذن الله إلى شهر رمضان. لذلك أرجو منكم توجيه نصيحة للطلاب والطالبات ووضع جدول مقترح يعني للطلاب والطالبات في كيفية استغلال هذا الشهر وجزاكم الله خيرا. وأنت كذلك وشكر الله لك محور بين يدي يتعلق أيضا برمضان والدراسة ورمضان والعمل الوظيفي. شكر الله لمداخلين على فاضل وجزاهم الله خيرا على إثراء موضوعنا. أستأذنكم في فاصل قصير نتابعه سويا ثم نعود لضيفنا يقوم معنا. بلاء للأرواح وبسام في راحي. بلاء للأرواح وبسام في راحي. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مره اخرى حياكم الله. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الشيخ صالح اشرت الى بعض العبادات وبعض السنن جزاك الله خير. دعني اقف وقفه مهمه جدا مع رمضان وقيام الليل. لا شك يا شيخ ان كانت يعني ذنوب انا استاذنك من الاسئله قبل المحاور لاني اخشى من الوقت داهمنا بعد اخر قليل. جازمتم لي جزاك الله خير. الشيخ صالح كنت يعني اريد ان اقول ان معاصينا كبلتنا نوعا ما في قبل رمضان عن قيام الليل. بفضل الله صلاه التراويح ايضا الاعتكاف في اخر رمضان ليله القدر وتحريها كل هذه العبادات لها اهميه كبيره. حضرتك تحدثنا عنها. شهر رمضان جمله شهر عباده. نعم. والعبد لن يصل الى رحمه ربه الا برحمه الله. من رحمه الله ان يهيئ له طرائق العباده. إجمالا نقول مراعاة للوقت قيام الليل منقبة عظيمة لأهل الصلاح. في سائر أيامهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. صلاة التراويح أول من شرعها لهذه الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام حثا أمته ودالها على الخير من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأداء صلاة التراويح من أعظم ما يكفر الله جل وعلا به الخطايا. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن التدرج في العبادة أمر مشروع مسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأول ثم يجتهد في الوسطى أكثر مما يجتهد في الأول ثم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في ما سلف. على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تتحرى ليلة القدر. والله يقول إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة ليلة مباركة جعل الله العبادة فيها والأمر إليه أصلا. جعل العبادة فيها ما يعادل العبادة في 1000 شهر رحمة من الله. لكن هذه الليلة ليست مختصة بهذه الأمة كما فهم بعض الأفاضل. وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رفعت مع الأنبياء من قبل؟ قال لا. مما يدل على أنها كانت موجودة من قبل. أما ما ورد من آثار فإن في أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته ثم أكرمه الله جل وعلا بهذه الليلة فهذا خلاف الصحيح فيما نعلم. نعود فنقول إن الإنسان بقيامه الليل ووقوفه بين يدي ربه إنما يتحرى فضلا ويرجو جنة ويخشى نارا. والله جل وعلا كريم حليم ذو فضل. من وقف بين يدي كان أهلا لفضله جل وعلا ورحمته. الله يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فتهجد به ومن الليل أسبح ومن الليل وقال سبح ليلا طويلا. ثم قال تبارك وتعالى إن هؤلاء
يحبون الهاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أما الاعتكاف فإن الإنسان عندما يترك الخلائق وينصرف يبحث ويتلمس ويتحرى رحمة الخلائق رحمة الخالق جل وعلا بعد أن قطع العلائق مع الخلائق، هذا عبد من الله عليه بالفضل، وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. تقول عائشة في بيان ما فضله صلى الله عليه وسلم وبيان عبادته لربه في رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أيقظ لي أهله وأحيا ليله وشد المئزر. والمقصود من هذه العبارات الثلاث الانصراف إلى العبادة، واعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. العبد عندما يكون تحت سارية أو يكون في الصف أو يكون في أي مكان في أورقة مسجد أو أورقة حرم يتلمس فضل الله جل وعلا، تارة يخلد للراحة طمعا في الليل أن يقف به بين يدي ربه. فرمضان نهاره صيام وليله قيام، خاصة العشر الأواخر منه، هذه جملة تقرب إلى الرب تبارك وتعالى. لكنني أقول ينبغي للأئمة عفانا الله وإياهم أن يكونوا يعلموا وهم كذلك بإذن الله الهدف الأعظم من قيام الليل. ليست القضية هي قضية إتمام الركعات عاجلا، وإنما تدبر القرآن تلاوة والمبالغات في رفع الصوت أو الصياح في الدعاء أو التكلف غير المحمود أو الإطالة في القنوت، هذا كله خلاف الهدي ويغلب عليه التصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول عن عبده ورسوله ونبيه وما أنا من المتكلفين. رحمة الله لا تطلب بالعويل، لا تطلب بالصراخ، لا تطلب بالسجع، لا تطلب بلفت أنظار الناس، لا تطلب بهذا كله، تطلب إن هذا ربه نداء خفي، تطلب وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. تطلب بأمثال هذا، لأن الإنسان يحاول أن يسمع غيره خاصة بظل الأجهزة المعاصرة حتى يستقيم يعني تعاطفهم معه إيمانيا، ثم بعد ذلك من غير إطالة من غير تكلف من غير تفصيلات لا يحتاج المرء إليها، وإنما يختار جوامع الدعاء وما قاله الليلة يأتي بغيره غدا حتى يبعد عن الناس الملل والسعادة، مراعاة الهدي، مراعاة الهدي النبوي. قضية أن الإنسان كل مرة على آية جهنم أو النار صارخ فيها وعول يحاول أن يبحث عن بكاء بطريقة تعرف لن يأتي، لكن لا بد أن تستقر في القلوب عظمة الله. فإذا استقرت في القلوب عظمة الله يأتي أشياء كثيرة من هذه. لكنك ترى مثلا أحيانا من بعض أهل الفضل، ولا يتهم الناس في نياتهم، نحن نتكلم باب الإرشاد من باب العلم، نعلم أن الجميع خير منا وأتقى وأفضل، لكن نقول من باب الإرشاد من باب العلم الذي أوجبه الله على الناس على أهل العلم أن يبينوه للناس، أن الإنسان يعني يقرأ القرآن قراءة متدبر متأمل، هذا هو الذي يقود إلى فضل الله تبارك وتعالى. الشيخ صالح بما أنك مشرتم إلى الاعتكاف دعني أشرك معنا الأخ أحمد صدر على الموقع، يقول هناك بعض الشباب يحرص على الاعتكاف بالمسجد دون إذن والديه مع أنهم في أمس الحاجة إليه. أضيف إلى هذا المحور الشيخ ما يتعلق ببعض الأفاضل عندما يعتكف في المسجد ولا سيما في الحرمين، ثم قد يهمل نوعا ما فيما يتعلق بأسرته بتوجيههم بحثهم على العبادة. الإنسان لابد أن يكون فقيها قبل أن يكون عابدا، وقد قال بعض الفقهاء إن جريجا ورد في الحديث أنه هدمت صومعته أنه لم يكن فقيها فلذلك لم يستجب لأمه. لا يجوز شرعا أن يقدم الاعتكاف على حق الوالدين، لأن الاعتكاف سنة وطاعة الوالدين واجب في غير معصية الله. فالذين يصنعون مثل هذا أو يتركون وراءهم أسرا تهما وتضيع لم يوفقوا للصواب في الاختيار، وإنما كان يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في ذرياتهم وأن يجمعوا ما بين العبادة ما بين رعاية الأسرة. أنا مضطر لجبع عاجلا مراعاة المباقي على صحيح. أحسن الله يكون شيخ صالح، يعني رمضان يعود إلينا وإخواننا في العالم الإسلامي مضطهدين في بعض الدول، دعنا نعود قليلا وعلى اختصار نذكر بتلك الانتصارات التي تبعث الهمة في النفوس تذكر العبد بضرورة اتصاله بالله. هو شهر رمضان فعل خير عن الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد معركة في رمضان، يعني ينبغي أن يقرأ التاريخ قراءة صحيحة، لكن بقدر الله ورحمته كان رمضان فعل خير. كذلك أخبر عمر غزوة بدر هي الأولى، فتح مكة هي الأخرى، هذا في مع قريش نتكلم عن المناطق الأخرى. فغزوة بدر كانت في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، ثم في عصرنا كانت حرب العاشر من رمضان عام 93 الهجرة. الذي يعنينا شهر رمضان يرتبط بالانتصارات، وهذا نوع من الفعل الحسن والمحمود للأمة، والأمة ينبغي أن ترفع عن نفسها الذل، لكن بالعمل الصالح
والطاعة لربه تبارك وتعالى والرجوع إلى هدي الكتاب والسنة لا بالانفعالات والحماسات والعبارات التي تؤخر أكثر مما تقدم. من المحاور الشيخ التي أشار إليها المتصلون ولا يمكن إغفالها في مثل هذا اللقاء يا شيخ وسائل الإعلام الآن يعني جندت جنودها وحشدت الكثير من المعطيات في إنتاج كثير من الأفلام كثير من المسلسلات حتى أسمعنا نسمع كثيرا المسلسل الرمضاني أنه له شهرته وله يعني انتشاره بين الناس. وصيتكم للقائمين على مثل هذه الوسائل أيضا إذا أمكن يعني نحاول أو حاولوا أن نأثر فيه نوعا ما نحاول أن نخاطب نفوسنا نحن كيف يمكن أن نتعامل التعامل الأمثل مع هذه الوسائل. الله جل وعلا قال في حق الأخيار واجعلنا للمتقين إماما وقال في حق الأخيار واجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير وقال في حق الأشرار واجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. كلا الفريقين موجود في الساحة اليوم ثمة أخيار إذا أقبل رمضان ساقوا الخير إلى الناس وعرفوهم بربهم وثمة فجار إذا أقبل رمضان ما تحت أيديهم من فضول أموال أو قدرات أو إعلام أو غير ذلك ساقوه والعياذ بالله لصرف الناس عن عبادة ربهم فيزين لهم الشيطان سوى أعمالهم فيتنافس بعضهم مع بعض على أي شيء على الخسران المبين وهؤلاء والعياذ بالله على خطر عظيم جدا أن يجعلوا من هذا الشهر الذي كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يصوم نهاره ويقوم أكثر ليلة ويتعبد الله فيه يرجو رحماته جعلوه طرائق ثم لإضلال الناس ثم لم يكتفوا بذلك بل وسموه بالشهر فيجعلون الفاصل ما بين فيلم وآخر رمضان كريم وهذا والعياذ بالله عدم معرفة به نقمة الجبار جل جلاله وإلا والله لو عرفوا عظيم نقمته جل وعلا لما حارموه بمثل هذا. هذا يقال للقائمين على الإعلام المذموم وليس كل إعلام مذموم أما المستهدف الناس فإنه لا يوم القيامة لا تحمل وازرة وزرة أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. فالمؤمن الحصيف العاقل يعلم أن رمضان أيام معدودات والعمر كله زهرة حائلة ونعمة زائلة ولا بد من لقاء الله يحل عن الميت أربطة الكفن ثم ينصب عليه اللبن ثم يحفى عليه التراب ثم يخلى بينه وبين عمله فيصور له عمله إن كان صالحا في هيئة طيبة ويصور له عمله إن كان سيئا في حالة سيئة. فالأول يقول أنا عملك الصالح والثاني يقول أنا عملك السيء وما رمضان في حقيقته إلا وعاء زمني يتقرب فيه المتقربون وينأى فيه الضالون. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أمن وقد دعا جبريل رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فلم يدخله الجنة. والعاقل الذي يعرف فضيلة الشهر وحرمتها كما حرمها في الأول لا يجعل من ذلك الشهر سباقا في النظر إلى ما حرم الرب تبارك وتعالى. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اللهم آمين. أيضا الشيخ أحمد في اتصاله أشار إلى قضية مهمة الشيخ وهي أن الآن طلابنا في المدارس أيضا العمل الوظيفي قد يأخذ جزء من الوقت فيما يتعلق برمضان. الوظيفة مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بهذا الشيخ. البعض قد تكون أخلاقه غير مناسبة لرمضان ويتعذر بالصيام مع أن الهدي النبوي والذي يفترض أن نكون عليه وعكس ذلك. حبذا الشيخ وأشرت من هذا الصيام كما حررنا في الأول يسمو بالنفس ويجعلها ذات قدرة على الانتصار على رغباتها وشهواتها وطموحها المنفعلة. والإنسان عليه أصلا في مخاطبة للمؤمنين أن يقول كما قال الله وقولوا للناس حسنا. فالصيام أعظم ما يأمرنا به الله جل وعلا أن نهذب أنفسنا ما ينسابه أحد أو شاتمه فليقل اللهم إني صائم حتى يبين له أنه متمسك بهدي الله لا يستطيع أن يجاريه في طرائق الشيطان. نعود لقضية الناحية الوظيفية. أنا أنصح المعلمين وأقول ما عليكم أدوه قدر الإمكان على وجه الأكمل وضرب أن الصيام فيه إضعاف للبدن ولهذا أسقطه الله عن المريض والمسافر لكن هذا الإضعاف مأجور من الإنسان عليه لأن حرص الطعام والشراب إضعاف للقوة. فما قضية المبالغة في الواجبات المدرسية قضية المبالغة في التكاليف قضية ما تصنعه بعض المدارس من جبر الطلاب بطرائق لي الذراع قضية إجراء اختبارات هذا أمر غير مستحسن. لكن ينبه الطلاب على أن رمضان لا يعني ترك العمل ولا ترك العطاء لكن ليس بالطريقة التي نغرب الطلاب يعني جلما في التعليم العام دون سن التكليف
يطاع فيعاون يعني يساعدون على الطاعة خاصة في المرحلة الابتدائية. لا يأتي المدرس يعني يكثر من التكاليف في الواجبات حتى لا يرهقه حتى يعين على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه قضية أساسية. الطلاب الذين في الجامعات بعضهم ذوي غربة في سكن هو قد يصنع يعني يتعب كثيرا في قضية إيجاد إفطاره أو إعداد سحوره. فعندما يأتي الأستاذ الجامعي يكثر من التكاليف في البحوث في رمضان أنا أعتقد أنه أمر غير محمود. نعم تكون الحصة حصة محاضرة مدارسة وأخذ وعطاء لا بأس، لكن لا يكون في تكاليف خارجية مراعاة لأنه شهر عبادة، بمعنى أنني لا أربط الطالب أيا كانت مرحلته التعليمية خارج الدوام بأمور حتى لا أشغله عن طاعة الله، لأن لا يصح أن نعيش مجتمعا متناقضا. أنا أدخل عند الإمام كمسلم في الخطيب الجمعة وهو يقول أن رمضان شهر في القيام ويأتيني بالسنن وأنا مؤمن بصحة كلامه، ثم يأتيني المعلم يقول ليس رمضان شهر كسر، اذهب في الليل اكتب دروسك وحل واجباتك وعد أبحاثك، ثم يأتيني أحد آخر يقول لي شيء، هو ليل واحد أنا أصنعه من لكم ولا لربي. فينبغي أن يكون الخطاب خطاب عقل متزن، فتكون الدروس والمحاضرات متناسبة داخل الحصة داخل المحاضرة، لكن لا يكون هناك تكليف قدر الإمكان. هذا رؤية شخصية قد تحمل الصواب تحمل الخطأ. نعم العم سعد جزاه الله خير دخلنا في هذه الحلقة شيخ أشار إلى أنه مصاب بعدد من الأمراض. أولا أسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه، ثم إن الله جل وعلا أعذر المرضى والمرضى الزمن هؤلاء الذين فيهم أمراض دائمة، فهؤلاء يعني يكون هناك إفطار منهم ويطعمون عن كل يوم مسكينة، لكن تحقيق هذا عليه ليس لي، بمعنى أنه يذهب إلى الطبيب، فإذا قال له طبيبان مسلمان ناصحان أن الصوم يضره ولا يمكنه أن يصوم فليفطر وليطعم عن كل يوم مسكينة. عيد يا أخ سعد هذه فتوى، تذهب إلى طبيبين أو أكثر، فإذا قال لك طبيبان مسلمان أنك رجل بك أمراض عدة لا يتناسب معك الصوم، يضرك يضعفك يؤخر برأك، هناك أدوية لا تستطيع تركها، إذا قال هذا فأنت تستعين بالله فتفطر ثم تطعم عن كل يوم مسكينة. عاد أطعمت في عدة أيام مع بعض أو في كل يوم لوحدي هذا كله جائز، الأمر فيه واسع، المعدود 30 يوما تطعم فيها. أحسن الله إليكم شيخ صالح. بقي معي دقيقتان، إن أذنتم لي أن نخصصها في كيف يمكن للمسلم أن يستثمر هذا الشهر الفاضل في يعني يكون له أثر كبير فيما يتعلق بالحياة الآخرة في تعبده في غير ذلك. من كان يريد لقاء الله فإن أجر الله لا آت، يقوف بين يدي الله أمر حتمي، سواء كان المرء بارا أو كان فاجرا. ما أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، استحضار هذا وأمثاله مما خاطب الله جل وعلا به عباده يجعل المؤمن يجعل من رمضان طريقا إلى رحمة ربه تبارك وتعالى. فيبدأ أول ما يبدأ بالتوبة، التوبة إلى الله جل وعلا وظيفة العمر خاطب الله بها عباده أجمعين، أتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والاستغفار أعظم ما يجلب رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ورمضان مطية وأي مطية وشهر مبارك وأي شهر، أنزل الله جل وعلا فيه كتابه وصامه وقامه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والصالحون من أمته بعد ذلك يتأسون بهدي نبيهم ويقطفون أثاره عليه الصلاة والسلام. والمرء لا بد له أن يترك وراءه الدنيا وأن يقف بين يدي الله وأن يخلى بينه وبين عمله، ويساق الناس بين يدي الله جل وعلا، الأخيار إلى الجنة والفجار إلى النار، عندها يحصن الغبن يحصن من الناس من الحسرات ما الله جل وعلا به عليم، جعلنا الله وإياكم من أهل الأمن لذلك اليوم. والله لما ذكر الصالحين من خلقه قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، سلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وقال قبلها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، ثم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر سلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طوبى لعبد جعل من رمضان مطية إلى رحمة الله جل وعلا وفضله، بر فيه والديه وصام الشهر في المقام الأول وتعبد الله جل وعلا بهذا الصيام إيمانا واحتسابا، قدر له أن يأتي مكة عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، من الله جل وعلا عليه بتلاوة القرآن وتدارسه، جعل من ليله حظا ونصيبا وقف فيه بين يدي ربه يسأله ويدعوه
ويعبده ويرجوه لا رب غيره ولا إله سواه. كانت له في السجود دعوات وتسبيحات يرفعها إلى مقام رب، يرفعها إلى ربي تبارك وتعالى، يتضرع بها إليه ويسأله جل وعلا رحمته تبارك وتعالى. هذا وأنفعله مما يجعل العبد قد عرف قدر رمضان وعبده فيه. نسأل الله أن يرزقنا فيه والمسلمين جميعا العمل الصالح والعلم النافع وما يقربنا إليه، إن ربي لسميع الدعاء. أحسن الله إليكم الشيخ صالح، لما أجدتم أفدتم فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم. مشاهدي الكرام، كان هذا هو فضيلة شيخنا صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر فضيلته وأشكركم أنتم أيضا على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم. لا يفوتني أن أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين دخلوا معنا على الموقع، أقصد بهم رنين الحق وبسمة الحياة وسهام الحق وأمل الأمة وأحمد صبر والواثقة بنصر ربها وبارقة الخير ومزنة وغيور وحفيدة الخنساء وأبا عبد العزيز ونهال وريمة والعاديات، انضم إلينا بعد إعداد الشريط السائر والله والأبية. أسوق البشرى والتبريكات للعضوين المتميزين الذين حاز قصب السبق في هذه الحلقة، وهم الشيخ أحمد صبر والأخت الواثقة بنصر ربها. جزاكم الله خيرا وجزا جميع الإخوة خير الجزاء. أشكر جميع المواقع الذين تابعونا من خلالها، الإخوة والأخوات موقع البث الإسلامي وموقع المسك. أسأل الله عز وجل أن يجعل شهرنا مباركا وأن يوفقنا بصيامه وقيامه، وأبشر جميع المشاهدين بأن هذه القناة المسددة قد بذلت جهدا كبيرا في استقبال هذه المناسبة الدينية بما يناسبها من برامج تزيد في إيماننا وتكون حجة لنا بين يدي الله عز وجل، في حين كانت بعض الوسائل الأخرى قد انتحت منحى آخر. لكن نحمد الله عز وجل أن سخرنا لخدمة هذا الدين، ونسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. هذا محدثكم معمر العمري وفريق العمل معه.